بالنسبة للبنوك الإسلامية، لدينا بالبنوك عند شراء منزل يكون البنك الإسلامي ضامن للمنزل حسب عقد الإيجار. بعد فترة من شراء منزلي حصل ما يستدعي عمل صيانة لدورات المياه وهو تركيب عازل بسبب تسرب المياه من الطابق العلوي. عندما اتصلت بالبنك قالوا لي إنهم يضمنون في حالة الحريق فقط. ما هو توضيحكم لهذا الأمر؟ هذا عنده عقد إيجارة، فعقد الإيجارة المنتهية بالتمليك هذا الذي تعاقد به كمان يعني يذكر بنفسه، يقول حصل أمر وهو تسريب المياه من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي، وطالب البنك أن يصلحوا هذا التسريب، فيقول إنهم رفضوا أن يصلحوا هذا التسريب وأنهم لا يضمنون سوى الحريق فقط. هذا العقد هو عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك، البنك يكون فيه مالكا 100% للعقار محل التموين، وهذا العقد ينص على أنني سأستأجر، لو كانت الإيجارة 20 عاما مثلا، على أنني سأستأجر البيت 20 عاما. في آخر شهر إما أن يعطيني البنك هذا البيت هبة، أو أن يكون القسط الأخير آخر قسط هو ثمن البيع لهذا البيت، فبذلك تنتقل ملكية هذا البيت في آخر قسط. أما قبل ذلك فهذا الشخص المتمول هو في الواقع مستأجر حقيقة لعين من الأعيان هي هذا البيت. في حياتنا العامة حينما نرد القضية إلى الإيجارة ونحوها، من كان مستأجرا بيتا، نخرج من البنوك الإسلامية نقول من كان مستأجرا بيتا، هذا الاستئجار للبيت لو حصل معه تسريب دورات المياه من الطابق العلوي سربت في الطابق السفلي، فعلى من يكون الضمان؟ أولا قضية الصيانة في عقود الإيجارات، على من تكون الصيانة في عقود الإيجارات؟ الأصل العام في عقود الإيجارات أن الصيانة على المالك، أنا المالك أعطيت أجرت هذا البيت لهذا المستأجر لهذا المستفيد، فمعنى ذلك أنني أضمن له بقاء هذه العين مدة الإيجارة وهو يستطيع أن يأخذ منافعها، هذا هو الأصل العام. لكن قالوا يجوز أن يشترط على المستأجر أن تكون الأشياء الاستعمالية التي تتلف نتيجة الاستعمال، كأن اشترط على المستأجر مثلا أنه إن تلفت المصابيح فعليك، إن تلفت أقفال الأبواب فعليك صيانتها، إن تلفت بعض الأصباغ البسيطة هذه فعليك صيانتها، هذا الأمر يجوز أن اشترطه على المستأجر. أما الأشياء الأساسية كأن يكون هنالك تسريب في السقف، أو أن يكون هنالك خلل في الأعمدة، أو نحو ذلك من الأشياء الأساسية في البيت التي تطلب من البيت أن تكون في البيت حتى يمكن الانتفاع به، فهذه الأشياء كلها من ضمان المالك. فننظر في التسريب، التسريب هذا علينا أن ننظر إليه من حيث الواقع والشروط بين الناس، هل هو من حيث الواقع هل هو من ضمان المالك أو هو من ضمان المستأجر؟ البنوك عادة في مثل هذه العقود توقع الزبون على شيء، وهو أنك ستضمن الأشياء الاستعمالية، ويمكن لا يتذكر الورقة التي وقعها أنت، يبيعونك ويشترونك في تلك الورقة ولكنك لا تقرأها، يؤتى إليك بالورقة مجرد يعني وقع عليها من هيئة الشرعية، أنا خلاص أغمض يعني أغمض عيني وأوقع وأنا أعمى، لا توقع على شيء من بنوك إسلامية أو ربوية أو جهنمية، لا توقع على شيء حتى تراه. يعني هناك مثل يعني قد لا يكون مناسبا ولكنه واقع، ما الذي يعني نقول، يقولون لا يأخذ الهبش إلا الكبش، سمعتم بهذا المثل؟ أنا أقصد من هذا عذرا على العبارة وفي هذا المجلس يعني الكريم، ولكن أقصد بهذا المثل أنت تعرض عليك هذه الوثيقة لو جاءت من بنوك إسلامية، أنا قلت 100 مرة كونها بنوك إسلامية لا يعني أنه يندب لي أن أذهب إليها ونتمول، لا هذا مباح، يباح لك أن تذهب ويباح لك أن تقدم، أنت من يحسب حساباتي، كونها إسلامية لا يعني أنني حينما أذهب إليها كأني صليت ركعتين، ها هذا الأمر لابد من أن يكون واضحا لديكم. بعد ذلك حينما تعرض علي القضايا، هؤلاء تجار وعندهم مستشارون قانونيون، فلابد من أن تقرأها فقرة فقرة لتضمن مصالحك. في هذا العقد هذا الإنسان يكون قد وقع على شرط فيها، هو الآن لا يتذكر، لكنني أذكره لكوني أعرفه أن الأشياء الاستعمالية عليه صيانتها. حينما يأتيك شخص يستأجر أنت يمكن أن تكتب شرطا، إن
كان البيت يحتاج إلى أصباع فأشترط عليك أن تكون الأصباع عليك. هكذا إن كان البين إن أخطأت ده الوقت إن أخطأت أو إن كان هنالك عطل في الأقفال أو تلف عليك الضمان، هم أيضا يضمنون هذا الأمر ويقولون إن هناك شرطا، إن كان هذا الشيء موجودا فعليك الضمان، إن وقعت عليه فأنت من يضمن ولا أحد يحميك بعد هذا الأمر. لكن الأشياء الأساسية ولو وقعت فيها هي كلها لا يصح اشتراطها، بل اشتراطها باطل والله أعلم. فعلى هذا التفصيل يمكنه أن يفهم قضيته، وإن لم يعجبه الأمر فأمامه القضاء الشرعي والهيئة الشرعية عليه أن يراجعها. انتهى.